بنقدر نقول ان خطاب الرئيس النهارده كان بمثابه توجهات اساسيه للدوله خلال الاربع سنين اللي جايين. المتابع للاوضاع خلال الفتره اللي فاتت كان هيلاقي دايما الاولويه بتبقى ملف الامن وملف الاصلاحات الاقتصاديه. واحنا قدرنا خلال الاربع سنين او الدوله قدرت خلال الاربع سنين انها تحقق بشكل كبير جدا ثبات في مؤسسات الدوله ونجحت في ده. النهارده كان خطاب الرئيس واضح فيها تعليم وصحة وثقافة، وده بيتطلب ان مش بس الدولة هتبقى شغالة الفترة الجاية، المجتمع كمان هيبقى شغال، هيبقى شغال على خريطة ثقافية جديدة، هيبقى شغال على خريطة اجتماعية جديدة، وهيبقى شغال على خريطة إعلامية جديدة تتواكب مع حزمة الإصلاحات المفروض الدولة تقوم بيها في هذا المجال. على سبيل المثال لما نيجي نتكلم على سلسلة الإصلاحات اللي هتتطلبها الدولة، فاحنا بنتكلم على تغيير داخل المؤسسات على مستوى النظم وعلى مستوى اللوائح وعلى مستوى الافراد. ما اعتقدش ان التغيير ده هيكون سهل، بالعكس هيكون صعب جدا وهتكون فاتورته نتوقع ان هي صعبه. خلينا بديهيا ان الحكومه لازما الرئيس هيقدم تشكيل جديد للحكومه، يعني مش هيبقى تعديل. وده وفقا للنص الدستوري اللي اتاح للرئيس، اي رئيس جمهوريه هيجي هيقدم تشكيل جديد للحكومه. فبكل تاكيد هيبقى في حقائب وزاريه مش هتكون موجوده معانا في الفتره اللي جايه، هيبقى في حقائب وزاريه مكمله الاربع سنين التانيين او الى نهايه الخطه الموضوع عليها. يعني ما نقدرش نقول ان خلال اربع سنين فات كل الوزراء كانوا على كفاءه عاليه، كان في بعض الوزراء وان كنا بنعتقد ان الناس كلها كانوا وطنيين وكانت بتجتهد الى اقصى درجه، لكن في بعض الاحيان ما كانش عندهم القدره ان هم يفكروا بطريقه غير نمطيه. عينك على العالم.